مرة واحد فتح حمام تركي، وحمام تركي معناه ان هو حمامات عامة الناس بتروحه وبتدفع فلوس، يعني قريبة من السبا عندنا دلوقتي. المهم قال ان دخول الحمام دوت مجانا، الناس فرحت وجريت على طول وراحت داخله الحمام. جم بقى وهم خارجين لقوا ان صاحب الحمام حجز هدومهم ورفض ان يديها لهم غير لما يدفعوا مقابل مادي. اتضايقوا جدا وقالوا ازاي، هو انت مش قلت ان الحمام مجاني؟ قال لهم اه دخول الحمام مجاني بس مش زي خروجه.